سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة أم تاميم إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير أنا الحمد لله في نعمة على بالي باللي توحشتوني بالبزاف ما ما نتوحشتكم ونقول لكم نحبكم نموت عليكم نشكر كامل اللي سقسوا عليا في الانستغرام صافي قريب سمانة ولا عشر أيام ما حطيت لكم شروتينات كنت فريما حابة نرتب لغوتين ديالي نشكركم كامل اللي بعتوا لي اللي سقسيتوا عليا اللي سقسيتوا كيفاش راني لرفت روحي لا مازال نقول لكم الحمد لله يا ربي اليوم ان شاء الله جيت نشارككم بروتين متنوع ويفيد بعض الاخوات نقول لكم تبعوه حتى الاخر ما تزابيوش ما تنسونيش بلي جام لي و لا فيديو مع احباباتكم اول حاجه البنات حنبدا لكم بها هي هاد الهديه اللي كانت لحقتني من عند فراشي ماجيك اللي نحط لكم كامل المعلومات ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق ونخلي لكم رقم الهاتف هنايا هكا اللي تحلي مهتمه تحب تتواصل معها تتواصل معاها كان لحقني هاد لاباغور دو دغا هادية فيها زوج مخايد مع لاوس وزوج مخايد مع لو فيها تاني هادوك زوج مخايد تاع البابيون بزاف شابين لاكاليتي تاع القماش تاعها يعني تهبل تهبل وصدقوني ماشي كي لحقتني هادية اللي راني نشكر لكم فيها والله هي البنات غير حاجة بزاف روعة وحاجة طوب خياطتها بالطبع يعني فينيسيون خيط ما يسعى خارج خدمة كي تكون متقونة يعني تبان هاي تبان من الشكل ديالها شوفوا هذيك القماش شحال الشباب فيه الدوغي جاي غوز كلاغ بالبلون هذوك خبيزات العنبر كيما نقولوا وفيه هادوك الوريقات بالدوغي جا بزاف بزاف شباب شوفوا هنايا كنت فرشتو معاكم باش تشوفوه مليح كيما راكم تشوفوا البنات انا بزاف عجبني وخدمتها ما شاء الله تاني تخيط لي كوات دير لي دغابو بيبي آه لي لي للعرايس اللي تحب تكوموندي نقول لك يعني على ضمانتي حاجه بزاف بزاف لا كاليتي شابه ومام لي بري تاوعها فريمون تري تري ريزونابل ودير لا ليفغيزون كامل لي ولايه هكا مهتمه من خارج العاصمه ولا نقول لك كوني هانيه يعني تلحقك لا كوموند ديالك حتى للدار هنا تاني كانت فاجاتني بهاد الهديه لتسنيم اللي يعطيك الصحه ربي ان شاء الله يقوي لك في مالك ويخلي لك صحيحتك ويخلي لك هادوك اليدين اللي الله يبارك ما شاء الله أه تخدمي خدمه فريمون حاجه بزاف واو هنا بعثت لي اون دي للبنك تاع عفوا تاع تسنيم خلاص دوك هيدتلو بلاصتو للبنك تاع تسنيم فيها لاوس فيها اندغا كبير جايين هكا غري بالجو وفيها تاني ربع مخايد في في الجون وربع مخايد في القغي وهذيك المخده تاع النجمه وتاع الغيمه بعتت تاني معاهم دو كوات دوك نوري لكم ان شاء الله كل حاجه بالديتاي باسكو فريمون خدمتها تستهل نهضر عليها آه يعني ساعه وانا نهضر عليها وماشي ماشي يعني آه في حقها كيما نقولوا آه شوفوا البنات هنا هنايا ربع مخايد في الجون هي نورمالمون البونك يجو كامل فيه ساير داير انا كوم البونك تاع صغير يعني ماشي كبير بزاف آه ما جاونيش بين 8 لداخل جاو غير 4 قلت ندير لكم 4 هكا في الجون على جه ودوك نوري لكم تاني 4 في لغري كيفاش جاو هام اللي كاني مفرشتهم هنايا وانتو ما عطوني رايكم وخيروا معايا وش نحط لها الا نحط لها ربعة في القغي ولا نحط لها كامل هادوك يعني هادوك المخايد في الجون هذه هي هنا راني نواسي معاكم في المخايط تاع الكري بزاف شابين تاني في الكري وشوفوا ديك لا داك البابيون كيفاش باناش باناشي لي أه حاجه بزاف شابه وجايين مطرحين شويه ومام المخده تاع لو أه جايه فيها لا دوبلور من الداخل فريمون خدمه ما شاء الله والله العظيم غير عجبتني بالبزاف هنا كانت بعد تاني هاد لاكوات في الجون بالبلون هذه ان شاء الله كي تكبر شويه نولي نحطها تلعب فوقها ولا نفرشها لها في الارض هكا باش ما تطيحش وما توجعش روحها نقول لها يعطيك الصحه وكما وصيتكم راهم كامل المعلومات في لا اللي مهتمه تتواصل معها وتجاوبكم ودير لكم لا حتى لباب الدار انا نقول لها يعطيك الصحه من خلال هذا لا هي قالت لي سي با كامل تديري في اليوتيوب في فيديو قالت لي بعثهم لك هديه مي انا حبيت نشكرها وحبيت كيما نقولوا نرد لها خيرها بهذا لا فيديو وهنايا البنات حبيت نشارك معكم لا ديالي على بالي كاين بزاف اللي مهتمه كاين اللي راهي والده جديده كاين اللي تاني ام جديده مازال ما تعرفش مليح راح نمد لها بعض النصائح ولا تدي افكار من عندي آه لاغوتين تاعي انا تبدلت 180 درجه كي كان غير تميم وحده آه ودوكا مع زوج دراري ماشي كامل كيف كيف نوض آه الصباح نسبق في تسنيم هي الاولى آه كيما نقولوا الاولويه لها ندوش لها قبل ما ندوش لها كنت ردعتها يعني نشبعها تخي تخي بيان باش ندوش لها باسكو كان من تكون جيعانه ولا تهبلني في الدوش تقعد تبكي يعني تزغد لي تعرفوا نشبعها هي الاولى من بعد ندوش لها راحت تقعد لي الاز تقعد كالم يعني شبعانه ما عندها ما تبكي ما عندها ما تزغد كيما ندوش لها في الباسينه كل مره كيفاش ساعات نجوز لها بالكون ساعات ندخلها في الباسينه يعني كل مره كيفاش واكيد ما تدخلوش يعني دي بيبي بي في في الماء كتغنتقوهم في الماء كامل قبل ما تطير لهم السره ديالهم من الاحسن حتى تطير لهم السره باش تبداو تغسلو لهم في هذوك لي بينوار صغار الصغار ولا في باسينه ولا كيما تحبو آه هنايا دوشت لها نستعمل الصابونه تاع نيفيا آه شامبوان تاني تاع نيفيا ندير لها توجوغ طالك بعد ما نشف لها انا الطالك مجرباتو فيتامين ما يخليهش يعني ما خلاهش كامل يتهرى آه ما تحت رقبتو ندير له هكا تحت طوال بقاو نديرلو له باسكو علاش لي بيبي كيكونوا سمان شويه رايحين ينجرحوا مساكن في في الرقبه تاعهم في, في تحت يديهم مع العرق مع السخانه رايحين ينجرحوا بالطالك يقعدوا يعني هكا رطبين ما ينجرحو ما يطيبوا لكم من تحت ما والو هذه هي هنايا كيما شفتوا لبست لها حويجاتها نبدل لها لاكوش والبيبي كيما تولفوه كيما راح يوالف يعني تولفوا له اون روتين سبيسيال من الصباح لليل راح يوالف هاك هنايا كيما شتو بعد ما كملت لها اكيد ندير لها شويه تاع لود كولون هذيك في حوايجها ماشي في لحمها البنات راكم تعرفوا لابو تعلي تاع لي بيبي تري سونسيبل ماشي مليح لهم هذوك لي بارفان ولا الكول وكامل آه يعني ماشي مليح ليهم من بعد نقي لها ودنيها بالكوتون تيج وجت لها حويجاتها قبل ما ندوش لها هكا باش ما تكونش عندي خلوطه كبيره واكيد آه توجو نحب نسبق فيها هي الاولى قبل ما ينوض باسكو تعرفوا الغيره آه اي طفل صغير ولا طفله يزيد عندها اخوها ولا خوتها تبدا تحس روحها باللي دالها بلاصتها باللي آه ماهمش يحبوها كيما كان اي با انا واش ندير البنات نسبق فيها هي الاولى قبلهم نعاود نرد كل حاجه لبلاصتها حوايجها نرغونهم ننشرهم اه هناك هنا كيما شفتوا الحوايج كانوا تغسلوا لي رحت باش ننشرهم والحوايج واش نقول لكم شحال راني نغسل انا ديجا قبل ما تزيد تسنيم كنت نغسل واحد 3 فوا ساعه 4 فوا بار غسلت المخايد ولا غسلت الفراش المهم نغسل بزاف هاد المره كي ولات كي زادت عندي هاد البنيته آه واش نقول لكم الحوايج زادو راني نغسل كل يوم وساعات ندير يعني الصباح وعشية آه كنت عارفوا حوايج تاع حوايج تاميم حوايجنا يتلايمو هنا ينشرتهم في الشميسة الله الله كان نهار شباب يعني راهم نهارات شابين هكا آه من بعد ندخل ديراكتومون لي سانيتير نغسلهم نرغونهم هنا كنت سيقت وفحفحتهم دخلت لي طابي رديتهم لبلايصهم نفيريفي الصابون الى خاص تاني نبدلها الى مسخة وهذه هي باش تقعد الدار مرتبة ونقعد انايا منظمه في لاغوتين ديالي فحفحتها بهذاك المعطر تاع لوغاج ورحت ديريكتومون لفطوري أه راح ندير معكم طاجين الجبن اللي انا اول مره راح نجربو وجاني بنين بزاف عجبني ان شاء الله نولي نديرو يعني هكا في, في اليوميات التوعي واش درت حكمت هذه المقله تاع الفخار درت فيها حبيبه تاع البصل مسكرفجه ملح وفلفل كحل آه بالنسبه للسكالوب انا كان عندي ديزي سكالوب هكا مقطعين وكامل نتوما تقدروا ديروا الصدر تاع الدجاج تقدروا ديروا لا كيما تحبو قليتهم مع هذاك البصل طيبتهم مليح توجو على نار قليله الفخار ما يحبش النار قويه بعد ما تقلاو لي ودخلهم طياب لي زيسكالوب لهم كميه تاع الجلبانه ومرقت بواحد النص كاس تاع خليتهم يطيبو بعد ما طابوا لي نحيت لي زيسكالوبس كما فيهم شروح تم تم يطيبوا هما الاولين اللي نحيتهم شوفوا راهم يتقسموا وحدهم طابوا يعني زبده وهذيك الجلبانه تاني كانت طابت بس كان عندي جلبانه بزاف هايله طيابه وطريه وبنينه نحي منها كميه بها بالمرقه ديالها كما راكم تشوفوا ونخلي شويه تاع المرقه والجلبانه في هذاك الطاجين ولا في هذيك المقله نطفي عليهم النار ونخليهم هكا باش من بعد نحطهم يعني في طبق التقديم هنايا حكمت امول تاع الفخار تاني اللي راح نطيب فيه فتت كامل هذوك لي درت معاه كميه تاع الجلبانه وهذيك المريقه اللي كنت نحيتها حوالي ثلاث حبيبات تاع البيض ملح وفلفل كحل هذا ما كانوش درت لهم كميه تاع الجبن والفرماج يعني عندي فرماج طريق قطعتو هكا دي بتي مخصو تقدروا نتوما تسكرفجو شي داغ تسكرفجو فرماج روج كيما تحبو من الاحسن يعني تعمروه بالفرماج بس باش يجي بنين هنا يا راني خلط فيهم وندخل لو بلا ديالي للفوق باش ينشف هذاك البيض ويطيب لي ويولي يعني ينشف كامل من الداخل هذه هي طيب من التحت من بعد حمرتو من الفوق هنا راني نحاول نديمولي فيه حكمت اون اه درت فيها ديك المريقه والجلبانه اللي كنت خليتهم في المقله هكاكا ديكور او ميم طون باش ما يجيناش ناشف نلقاو هذيك لاصوص اللي نغمسو بها بزاف عجبني يعني لو بلا جاي ساهل وخفيف وبزاف بنين ننصحكم تجربوه اللي عمرها ما جرباته هنايا كيما شفتو حطيته في طبق التقديم راني نقسم فيه معاكم جا روعه روعه من الداخل سورتو كي هذاك الفرماج داب أه اكيد التزيين هنا اختياري كل وحده كيفاش تحب تزين لو بلا ديالها أه درت لهم دي طونش هكا تاع القارص بهاد لي كوردون هادوما وشوية تاع المعدنوس هكا من الفوق كتزيين وهذه اللمسة الأخيرة هما اللي يزيدوا النص في الأطباق تاوعنا وشاهدكم في الجنة إن شاء الله نتمنى تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام اللي لكم في اول تعليق هنا يلحقنا النهاية تاع غوتين ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتيكم سلام سلام